سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، وحيكم أحلى تحية أنا وزملائي في فريق العمل، وأتواصل معكم من جديد في تقديم هذه الحلقة التي آمل أن تنال رضاكم. كالمعداد سنأخذكم إلى أهم القضايا والمستجدات الرياضية، ولعل معظم وقت هذه الحلقة سيكون مخصص إلى منتخب ناشئة العراق الأبطال الذين يواصلون حصد الفوز والنتائج الطيبة في منافسات بطولة غرب آسيا. إذن سادتي المشاهدين، نبدأ كالمعتاد من أهم عناوين قضايانا. رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر يحمل اتحاد الكرة مسؤولية هروب حاجي من بغداد ويفتح تحقيقا بملابسات الموضوع. فريق الطلبة يبدأ تدريباته استعدادا لمباريات الدوري، وإدارته تمنع إعارة مدرب الحراس عبد الكريم ناعم للمنتخب الوطني بعد تسميته مدربا مع الكادر التدريبي الجديد. وليوث العراق منتخب الناشئين يواصل تحقيق انتصاراته في بطولة غرب آسيا الجارية في عمان، ويتغلب بجدارة واستحقاق على الأشقاء السعوديين بهدفين دون رد. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين، ونبدأ من الحدث الأبرز الذي وصل إلى الإعلام العراقي وبالتحديد إلى الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، إذ حمل رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الوزير السابق جاسم محمد جعفر اتحاد كرة القدم مسؤولية هروب حاجي من بغداد بعد وصوله بأقل من 24 ساعة، وقال أن تخبط اتحاد الكرة أوصل الكرة العراقية إلى ما هو عليها الآن، وبالتالي هناك هدرا للمال العام بمبلغ مليون دولار، مؤكدا أنه على اتحاد الكرة وجود محامي أثناء الاتفاق على أي بند من العقود، إلا أن عشوائية اتحاد الكرة كانت سببا في هذه السلبيات التي عبر مجلس النواب فيها عن سخطه وغضبه من هذا. تصريح جاسم محمد جعفر جاء عبر مؤتمر صحفي عقد في مكتبه عشية اعتذار حاجي عن تدريب المنتخب العراقي وإصراره مغادرة العراق بأسرع وقت، وعبر جعفر عن استيائه من تخبطات اتحاد الكرة التي كلفت ميزانية العراق أكثر من مليون دولار ذهبت في الهواء حسب تعبيره، وأكد أنه سيفتح تحقيقا بخصوص الموضوع للوقوف على مسببات اعتذار حاجي. نحترم وجهة نظر الأخ العزيز النائب جاسم محمد جعفر، لكن إحنا عندنا عتب نقول إنه معظم وزرائنا الأعزاء الأحباء يعتمدون على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في قيادة مفاصل الدولة، ما معناه إنه بعض المعلومات تجي من ناس أكيد إحنا ما نشكك بعراقية ووطنية كل العراقيين، وأكيد شبكة التواصل الاجتماعي شبكة للأخبار والمعلومات والتواصل، لكن أنا أعتبرها مصدر مهم وأعتمد على قيادة الدولة العراقية في مفاصلها عبر الفيسبوك، عيب. الوزير تعدك مجال تطلب صداقات وتفتح شبكة التواصل الاجتماعي وصفحتك وتقول أنت 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 رجل قائد، والقائد عنده مركزية وعنده مكتب وعنده مكتب إعلامي وعنده ناس يشتغلوا له، لكن ما الآني هذا مو تقليل من شبكة التواصل الاجتماعي إطلاقا. الله انطانا سبحانه وتعالى هذه النعمة الفضيلة اللي قربت ناس بعاد، وإحنا العراقيين الله غضب علينا وخلانا كل واحد بديرة بسبب الظروف اللي مر بها العراق، ويا رب إن شاء الله السلام، لكن أنه أنا أستخدمها كمصدر رئيسي وأنشر الخبر اللي وصلني قبل دخولنا إلى الاستوديو أنه عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة سيذهب إلى البرلمان لرفع دعوة على جاسم محمد جعفر، لأنه تصريح جاسم محمد جعفر هذا اليوم يعتبر تحريض على الاتحاد العراقي وبالتالي خلق مشاكل وفوضى، وأيضا أنه الاتحاد راح يرفع دعوة قضائية ضد جاسم محمد جعفر، لأنه اتحاد الكرة على لسان
السيد النائب الأولي رئيس الاتحاد، هذا الخبر اللي وصل حصريا إلى الشوط الثالث، قرروا رفع هذه الدعوة على جاسم محمد جعفر بناء على تصريحات المضادة في خلق بلبلة ما بين الاتحاد وما بين الجمهور وما بين مؤسسات الدولة. لكن أنا أرجع وأقول إحنا نحترم كل الآراء ونأخذ بيها، ونتمنى من جاسم محمد جعفر الأخ العزيز النائب الوزير السابق أنه يعتمد على الرسميات في طروحاته، لا أن يستخدم موضوعة التغريدات عبر الإنستغرام والفيسبوك، لأنه هذه أعتقد أمور يمكن بعيدة كل البعد عن الرسميات في قيادة الدولة العراقية، وإحنا راح نوافيكم بكل صغيرة وكبيرة ومستجدات هذه القضية. أيضا عندنا خبر قبل أن أذهب إلى القضية الأخرى، هي قضية تصريح أيوب أديشو مدرب الطلبة. القضية بخصوص حاجي، وهذا أيضا حصريا، أنه حاجي صرح بعد مغادرة العراق أنه سبب مغادرة العراق أمور كثيرة، منها الظرف الأول أنه تقاطع مع مساعديه حول قيمة المستحقات المالية، وبالتالي المساعدين أعلنوا إضرابهم بالعمل مع حاجي. والشغلة الثانية، أعلن حاجي أنه هو من يتحمل مسؤولية اعتذاره، لأنه وجد أنه العراق غير ملائم للعمل، ويعتذر من راضي شنيشل اللي أقنع حاجي بالوصول إلى بغداد، وبالتالي حاجي سيعقد مؤتمر لوضع هذه النقاط أمام الجمهور العراقي. لكن إحنا نرجع ونقول الخطأ هذا كلفنا كثيراً، وجعلنا ندخل في متاهات احنا في غنى عنها. يا اما الرجل يكون رجل ويعلن استعداده على تحمل المواقف وتحمل المسؤوليه، اما يروح يقعد ببيته يسمع كلام مرته وكلام جهاله، واحنا ما بحاجه لهيجي ناس. احنا رادنا زلم خشنه تجي في هذه الفتره، العراق دا يمر بظرف صعب جدا، وعلينا الان انه اهلنا العراقيين وولدنا قادرين على انه يتحمل المسؤوليه في ظل الظرف اللي دا يمر به العراق. فإن شاء الله الخير والبركة بولدنا، الخير والبركة بيحيى حلوان وبمساعدي وبكل أهلنا وعراقيين الأبطال اللي ضربوا أروع الملاحم في الظهور بالصورة المثلى للرجال، لأنه العراقي رجل من ظهر رجل. مشاهدين الأحبة، أيضا في أول وحدة تدريبية قادها أيوب أديشو في ملاعب كلية التربية الرياضية مدربة لفريق الطلبة، أعلن للشوط الثالث ولزميلنا زيد السراج أنه باشر التدريبات، ويتمنى من الوزارة، وزارة التعليم، أن تدعم الفريق بالمال، لأن المال شيء حيوي لديمومة وتحقيق الإنجازات في كل المجالات الرياضية. أيوب أديشو تحدث للشوط الثالث، تعالوا لنستمع ما قاله لزميلنا زيد السراج. اغلب الانديه يعني عندها مبالغ مؤمنه تقدر انه تبحث عن لاعبين جيدين، يعني احنا بحثنا على قدر المستوى المادي اللي عندنا، هذا اللي قدرنا. المستوى المادي هل سيكون ثابت؟ هل هناك تطمينات من وزاره التعليم العالي بهذا يعني الجانب؟ هم يعني اعتقد انه في سقف، هذا السقف قدرنا نعمل عليه، يعني بغض النظر ايش قد كانت الماده، اعتقد يعني مو بهالظروف، يعني مو مثل بقيه الانديه اللي كانت، يعني اعتقد عفوا بكلامي لانه الكلام غير الواقع، صار في انديه يعني ما اعرف في مبالغ عدة، ومن حقها انه تاخذ اللاعب اللي تحتاجه مهم، لكن احنا ادواتنا ان انه احنا الحمد لله ادواتنا انه لاعبين من الشباب، لاعبين من خبره، واعتقد هذول اللاعبين الشباب اعتقد هم يمثلون منتخب شباب، منتخب اولمبي، قسم عندهم قسم منتخب ناشئين، اعتقد الفوارق منها كبيره بالانديه، يعني اعتقد فوارق منها كبيره، ممكن مستوى جدا بسيط بين اللاعبين الشباب ولاعبين الخبره ولاعبين المنتخب، ما كل هالفوارق، انه لكن انه انت تعمل بشكل جيد، بالاضافه انه عطاء اللاعب يعطيك اللي ما احنا نريده من عنده، اعتقد راح تكون نتائج جيده، هذا اللي نامل من عنده. اما الامور الاخرى، طموحنا من الطبيعي، يعني انا ما اقدر اخطو خطوه واحده من تكون امور سلبيه بالانديه، هذا مهم جدا، يعني خطينا هذه الخطوه لانه اعتقد رغبة الهيئة الإدارية، رغبة الوزارة، يعني تريد تقدم شيء للجمهور،
فنتأمل أنه تكون هذه بادرة خير. لكن أنت على طول في معوقات، لازم يكون عندك معوقات بهذا، إذا تكون يعني من خلال العمل الإداري أو من خلال عمل الاتحاد. أعتقد مثل ما تعرفون نظام المجموعتين، نظام المجموعتين يعني أعتقد صار ملل عند الجمهور، عند المدربين، عند اللاعبين، لأنه ما يخدم الكرة، يعني ما يخدم الكرة على مستقبلا ولا يعني. أعتقد هم عندهم سياسة أنه الأمور المادية صعبة، الأمور ممكن نادي ناديين ثلاثة أربعة، وده تشوف أنت الآن الأندية كلها تصرف مبالغ كبيرة. زين وين الـ وين الـ وين الـ وين الخطأ؟ أما عندنا الخطأ يكون. شكرا لزيد السراج، ونتمنى الموفقين للكابتن أيوب أديشو، لعشاق الأنيق، وإن شاء الله في حلقة الغد راح يكون هناك تقرير مفصل عن هذه الوحدة التدريبية. وأيضا مطالب جمهور الأنيق ما زالت مصرة على إقالة الهيئة الإدارية المتمثلة بعلاء كاظم. علاء كاظم صار لثمان سنين يعمل في المجال الإداري لم يحقق النجاح، وبالتالي علينا أن نكون موضوعيين، سواء رضى البعض أم لم يرضى، لأننا نقيم المستوى العام والإداري، وهذا واجب الإعلام وواجب الصحافة. وبالتالي موضوع تقييم العمل الإداري لإدارة الطلبة لم تلبي الطموحات ولم تحقق، بدليل أنه إدارة الطلبة كلها مشاكل، كلها تقاطعات، عليها ألف قضية. وموضوع التهديدات، لأنه أي واحد ينتقد إدارة الطلبة وخصوصا السيد رئيس الإدارة يهدد، لكن إحنا ما نخاف من التهديدات، لأنه إحنا عندنا خدمة العراق ومصلحة العراق فوق كل شيء، وما نهاب من التهديدات. فنتمنى اللي إحنا ناشدناه الأخ علاء وقلنا له احترم تاريخك الرياضي وانت نجم، واعطي المجال لغيرك، لانه ما راح تنجح. ثمان سنين ما نجحت، ما راح تقدر الان في ظل الازمه الماليه اللي دا تواجه، انطي المجال للناس قادره على قياده الدفه، وبالتالي لا تزعل من عندنا، لانه انت نجم لاعب سابق، لكن اداريا فشلت، والاعتراف بالفشل والخطا فضيله. فنتمنى ان شاء الله الموفقيه والنجاح. مشاهدينا الاحبه، إلى منافسات بطولة غرب آسيا، وإلى الفوز بطعم العسل الذي حققه ليوث الرافدين على الفريق السعودي، إذ فاز منتخب ناشئة العراق على شقيقة السعودي بهدفين دون رد في مباراة احتضنها ملعب البتراء في المدينة الرياضية في العاصمة الأردنية عمان. سجل أهداف منتخب ناشئة العراق مهند من ضربة جزاء، وسجل الهدف الثاني محمد رضا في الشوط الثاني، بذلك يكون منتخب العراق قد ظفر بنقاط ست من فوز على الأردن بخمسة أهداف نظيفة، وعلى السعودية بهدفين دون رد. وينتظر منتخبنا للناشئين مباراة الثالثة ليلة الثلاثاء على نفس الملعب أمام الأشقاء الفلسطينيين الذين تغلبوا على الأردن يوم أمس بهدف دون رد، وبالتالي يختتم مبارياته بإذن الله يوم الخميس أمام الأشقاء الإماراتيين لتحديد هوية بطل بطولة غرب آسيا. ألف مبروك لولدنا هذا الفوز، ألف مبروك للعراقيين، للوفد العراقي، للوفد الإداري وللكادر التدريبي، وإلى الجمهور العراقي اللي ضرب البارحة أروع الصور في الوقوف خلف منتخب ناشئة العراق من أبناء الجالية العراقية العزيزة المتواجدة في ملاعب الأردن. مشاهدينا الأحبة، الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم سيكون مكرس عن هذا الفوز، عن منتخب ناشئة العراق الذي يتوقع لهذا الفريق أن يكون الرافد الحيوي والأساسي لديمومة الكرة العراقية. أمور كثيرة راح نتحدث بها مع ضيفي الكريم المتواجد معي من استوديوهاتنا وعلى الهواء مباشرة، هو نجم الكرة السابق والمدير الإداري لمنتخب ناشئة العراق الأستاذ الكابتن جليل صالح. مساء الخير أستاذ أبو سلام، والحمد لله على سلامتكم، وألف مبروك الفوز. الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، شكرا
شكرا جزيلا. اذا سادتي المشاهدين راح نتحدث مع ضيفنا الكريم الكابتن جليل صالح عن هذا الفريق، عن المباريات اللي خاضه وامور كثيره تخص الفريق العراقي. ايضا عدسه الشوط الثالث اختارت لكم الكثير من اللقطات العفويه لمنتخبنا، راح نشاهدها تباعا، ولكن نذهب الى هذا الفاصل الذي اعد خصيصا لناشئه العراق، نتابع. يضحك نهارك يا وطن ويلي لك، جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شو تريد اطلب منا ونسوي لك؟ من اطلب اللي تريده، كيفك تدلل انت وطننا نريدك ارجع الاول. من اطلب اللي تريده، كيفك تدلل انت وطننا ارجع الاول. يا حبنا الاكبر نحبك اكثر، الله اكبر. يا حبنا الاكبر نحبك اكثر، الله اكبر. نقف لك احنا نبوسك من جبينك، ننطي كل شي وما نوفي بدينك. مرت عليك ايام صعبة هواية، الله يساعد قلبك الله يعينك. انشد حزمنا بزادك يا وطن كلنا، نبنيك حتى نشوفك قطعة من جنة. انشد حزمنا بزادك يا وطن كلنا، نبنيك حتى نشوفك قطعة من جنة. يا حبنا الأكبر نحبك، إذا نعود مرة أخرى إلى ضيفي الكريم وأجدد التبريك لك كابتن جليل على هذا الفريق الخلوق الرائع المنضبط، وأحيي الوفد لأنه فعلا ضربتم أروع الأمثلة في كل شيء خلال هذه البطولة. بارك الله بك، أشكرك أستاذ محمد. طبعا الفريق انجمع قبل شهرين تقريبا، نعم، ويعني كانت فترة الفحوصات وبعدين عمل تدريبي كان صعب جدا وفق الظروف الموجودة بالبلد. نعم. وأحيانا يعني أحيانا يبلغون اللاعبين قبل ساعة من التدريب في أي ساحة يتدربون. نعم. لأنه ساحات تدريبية ماكو. نعم. مع هذا رغم كل المعاناة الحمد لله إن شاء الله الفريق توفق في أنه المدربين يلمون لمة أو مجموعة لاعبين، يعني مجموعة لاعبين متوفر بهم كل الصفات، أول شيء الأخلاق والتربية، بعدين الموهبة، الأهم من هاي الموهبة لأنه لاعبين موهوبين. نعم. وأكيد مو جديدة على أنه الموجود الكادر التدريبي الأستاذ قحطان وأستاذ غالب وأستاذ مؤيد وأستاذ أحمد والسيد حسين، كل الناس لاعبين دوليين سابقين. نعم. وتربويين وذو أخلاق عالية، فلذلك نقلوا كل ما معدتهم من خبرات إلى هؤلاء اللاعبين، فاستفادوا اللاعبين كثيرا من هؤلاء الموجودين. أستاذ جليل، شفنا البارحة الفرحة العفوية بعد الفوز على الأشقاء السعوديين وعدسة الشوط الثالث، وزميلنا عمر المصور المبدع نقول الحمد لله على السلامة رغم مرضه هو موجود، لأنه أبى أن يكون موجود مع هذا الفريق اللي بصراحة الجمهور العراقي البارحة تفاجأ بهذا الأداء الرائع والكبير. طبعا أنتم يعني زاد فضلكم علينا، لا يعني أنتم يعني عراقيين أصلاء، لأنه أنت حضرتك والأستاذ أبو يوسف يعني مع رغم المرض هو الله يشافي ان شاء الله، لكن الفريق معد لتصفيات اسيا مو الغرب. نعم. اسيا اكيد، يعني الاكيد هو الهدف الاسمى هو تصفيات اسيا. نعم. لكن لما نقدم الفريق في مستوى ومو بس النتيجه، الاداء اداء رائع، فاكيد تصير فرحه كبيره.
يعني السعودية فريق جيد وفريق منافس كان. نعم. وأيضا كلتنا كنا نتخوف أنه الفريق ممكن يسوي شيء ويانا، لكن الحمد لله بجهود المدربين أولا وجهود اللاعبين قدروا أنه يغطون كل الساحة. نعم. بالمهارات والجمل التكتيكية الجيدة. احنا نوجه التحية للفريق السعودي، فعلا كان فريق كبير، فريق جيد وفريق جدا، وفريق يمتلك عناصر ويمتلك مواهب. نعم. وفعلا كان ند للفريق العراقي. نعم. بدليل انه احنا تأخرنا حتى بتسجيل الهدف الأول. فريق جيد جدا، وقلت. نعم. لك يعني كان منافس قوي وند قوي، لكن لاعبين يعني بالخبرة اللي أخذوها من خلال المدربين، واحنا بصراحة فادنا اكو فترة معسكر تدريب في شهر رمضان. نعم. ال 15 الاخرى من شهر رمضان الاخيره، 15 يوم في تركيا، فادتنا فائده كبيره، فانه الانسجام بين اللاعبين والالفه. نعم. وبنفس الوقت تطبيق الواجبات اللي المدرب من عنده. نعم. احنا راح نستوقف نشوف التقرير اللي عاده زميلنا زيد السراج والذي يتحدث عن فوز العراق على السعوديه، نتابع هذا التقرير ونعود للحديث مع ضيفي الكريم الكابتن جليل صالح. تابع. بوركت جهود هؤلاء الصغار والذين كانوا رجالا بامتياز بعد أن حققوا الانتصارات تلو الانتصارات. أقلامكم يجب أن تشيد بما قدمه أبناء المدرب قحطانشتير وتقف في وجه المعاناة التي واجهتهم وضائقة المالية الخطيرة. كلماتكم يجب أن تدعمهم في السراء والضراء، لأن تبحث عن المشاكل وتفتش في دهاليز مظلمة علها تجد خللا كي تشهر به. منتخب مميز حقق لقب البطولة العربية الأخيرة في قطر، وجاء هنا إلى الأردن لكي يشارك في بطولة غرب آسيا. فالانتصارات كانت عنوانا لناشئة العراق الذين فازوا في لقائهم الأخير على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين لمهند علي نجم البطولة المتميز ومحمد رضا الذي سجل الهدف الثاني، مع أداء كبير لجميع اللاعبين والخطوط دون أن ننسى أحد، وهو شيء جيد يحسب للكرة العراقية ولفئاتها العمرية والتي دائما ما تنهل بالمواهب على المنتخبات وتكون رافدا أساسيا لها وللأندية العراقية على مر السنين والعقود. زيد السراج للشوط الثالث. شكرا زيد على هذا التقرير، وأعود إلى ضيفي الكابتن جليل صالح. كابتن جليل، بصراحة أكو البعض ما زال مصر على أنه هناك لاعبين موضوع أعمارهم، إحنا بصراحة نريد نضع النقاط على الحروف في هذه القضية. يا ريت تتحدث للسادة المشاهدين الآلية اللي اعتمدتوا عليها في اختيار اللاعبين، وأعتقد الاتحاد الآسيوي والحكومة العراقية والداخلية والجنسية كلها وراكم. طبعا بالاتحاد الدولي اكو لجنه هناك. نعم. انه اختلفت عليهم المواضيع في تقييم كم عمر اللاعب. نعم. لانه بعض الدول الافريقيه 4 سنوات او 5 سنوات يسجلوا اللاعب، يسجلوا مواليده يعني يبدون تسجيل عمره. نعم. وبعض الدول مثل اليابان وكوريا الطفل من يبدا يصير بطن امه يبدون شهر 9 أشهر يعتبروها من عمره. نعم. واخرين ينطون جواز واخرين ينطون جنسيه يعني. نعم. فقرروا بعد أن توفرت أشعة الرنين واللي أشعة حساسة جدا، قرروا قياس العمر هذا الفئة العمرية قياسها من خلال الرنين. نعم. حتى ما له بالأوراق الرسمية علاقة بالأوراق الرسمية، وإنما فقط الرنين هو يحدد عمر اللاعب. نعم. من خلال من أي مكان في جسمه؟ في منطقة الرسغ. هاي منطقة. نعم. الرسغ اليد. اليد. إحنا طبعا عدنا بدينا بالفريق أنطاني أستاذ قحطان 43 لاعب. 43 لاعب لازم افحصهم كلهم. نعم. فحصناهم من خلال طبيب مختص اللي هو مختص من الاتحاد الاسيوي اللي هو دكتور نجاح رحم الحكم الدولي. نعم. وهو صدر تقريره بهم، وهذا التقرير امامي. نعم. صدر تقريره بهم وارسله هو والسيديات للاتحاد مباشره. وحدد به المؤهلين وغير المؤهلين حسب الفحص. نعم. هاي المعايير الاسيويه المحتمده. نعم. يعني انت الرنين اولا والجواز ثانيا. احنا بالنسبه لنا طالبنا اللاعبين من وثيقه السفر والجواز، اخذناها انا واستاذ كامل صغير مشكور طبعا تحياتنا له للجوازات، وتاكدنا من رسميه الجوازات وتاكدنا انه جميع الجوازات الموجوده هي رسميه. نعم. فاصبح المعيار الاسوي متوفر عندنا اولا.
الفحص الرنين والثاني الجواز الرسمي. الأمور الأخرى احنا اتعجب يعني احنا هسه حاليا في وضع يعني احنا كل شيء عندنا مو طبيعي تقريبا حاليا بالعراق نعم يعني هل ان نريد كل امور تصير طبيعيه؟ احنا حاليا في حتى العراق كل البلد هو اللي نسميه البلد الجريح. اكيد انت لما اخوي وصديقي وتخاف على سمعه البلد. اكو قول للرصافي يقول لا يخدع عنك هتاف القوم بالوطني القوم بالسر غير القوم غير في العلني. يعني اكو ناس تدعي ما ادري وطنها كلها تسع عراق. إذا اللي يذبح العراق من هو؟ المشكلة أنت إذا أخوي وصديق وتخاف عليه وتخاف على سمعة البلد لا تنشر غسيل. تعال بيني وبينك قل له هاي كذا كذا وأنا وياك نساعد على شيء. من مواقع الفيسبوك ومثل ما تفضلت حضرتك قبل شوية مخاطبة المسؤولين وكذا وكذا. يعني إحنا هسه هامش المنتخب الوطني. نعم. ضرغام إسماعيل عمره 22 سنة. نعم. ويونس محمود عمره 36 سنة. هامش المنتخب الوطني 14 سنه 16 سنه. يعني اذا هسه مهند خلينا نقول وانا طبعا ما اتفق وياهم ابدا لان كل اللاعبين اللي عندنا هم مطابقين للمواصفات الاسيويه. وانا مستعد وقلنا للسيد الوزير وزير الشباب انه هذول اللاعبين قدامك راح حصهم. حصهم متاكدوا. لانه كل المعايير مطبقه عندهم. مهند علي لاعب موهوب. او محمد رضا لاعب موهوب او سيف خالد كلهم موهوبين, كلهم موهوبين. نعم هذول اللاعبين ليش نفرط بهم من اجل من اجل يعني ما يريد فلان او فلان يعني احنا لا شنو هاي ما يريدها اوقف لي عندها ما يريد فلان وفلان شنو اكو ناس دا تشتغل ضدكم لمصالح معينه اكيد اكيد فسر لي اياها لانه الان احنا امام جمهور كريم دا يتابع استاذ فاحنا نريد نحكي ونخلص من هاي الشغله محمد. نعم احنا استقبلنا 400 لاعب نعم صارت الاختبارات جرت عليها هذا اللي طلع استاذ قحطان نتيجه مستواه الفني شو يقول على الفريق شو يقول الاخر الصحفي اللي دز له شخص وقال هذا اللاعب اختاروه من طرفي وشاف المدرب وشاف مستواه الفني مو زين شو يقول علينا نعم. الاخر المسؤول الاخر وهكذا تقصد انه هاي رده فعل طبيعيه الذين ابعدوا من الفريق لاسباب وبالتالي هاي رده فعل طبيعيه واكو اسباب هي مجرد اكو هي بس توصل لحد رده الفعل لتفليش العراق ما هي هاي المشكله هاي المشكله هاي انا المشكلة. عندي خلاف وياك يعني انت افلش العراق والنتيجه هسه بعضهم يتعامل مكيالين نعم. يعني محمد الناصر صديقي انا اتغاضى عن ما عنده نعم وجليل صالح عدوي انا اطلع كذا عنه فشي نعم. يعني صارت بينما احنا كليتنا بمركب واحد نعم. احنا كنا بهالبلد هذا بالعراق تدريباتنا مو طبيعيه عندنا نعم. لاعب بالصوفيه اللي هو جوهر اللي هو نوجه له التحيه بطل نعم كابتن جوهر مرحبا بعد الفوز كان يبكي شوف نعم يعني هذا ابوه استشهد على يد داعش اخوه استشهد على يد نعم. داعش وهذا شو تريد من حالته النفسيه ومطارد جوهر انه انت مزور نعم. من وين راح للصوفيه وجاب نفوسه اللي قام مزور وانما مجرد كلام فارغ نعم. نعم. انه اثارت المشكله ولاعبين اخرين اللي ابو بالحشد الشعبي واللي ابو بالجيش واللي طرف يعني احنا وصل اللاعب من وكو ناس قاعدين ببيوت متجاوزه وغرضهم انه يتالقون حتى الله سبحانه وتعالى يوفقهم في غرض خلق لقمة عيش أو عيشة متوسطة المستوى وأعمارهم حقيقية أستاذ محمد نعم. السؤال هو شنو الهدف من اللاعب الناشئ وين نوصله أكيد نوصله للمنتخب المنتخب الأول نعم. خلينا نقول أنت إذا خلينا نقول مهند هسه خلينا نقول مثل ما يدعون عمره 18 أو 20 أو كذا حسب نعم. كذب طبعا خلي يقول مهند يوصل بالطبيعي اللي هم يريدوه يوصل 20 سنة يوصل منتخب وطني نعم. شو المشكلة إذا وصل عمره 22 منتخب وطني شو المشكلة إذا وصل 26 منتخب وطني؟ نعم يعني ليش الإثارة وهو أنا شاب استشهد بالبصرة نتيجة مطالبته بالكهرباء، ما حد ركز عليه. نعم 1700 شهيد بسبايكر، ما حكوا عليهم قد ما حكوا عليه مهند ومهند وفلان وقحطان وسعدي النازلي، وكأنما قحطان ومهند وفلان نعم. ضد فرغة مشاكل العراق بس مهند طيب عندي سؤال حتى أيضا تتضح الصورة للمشاهدين الاتحاد الآسيوي إذا فحص لاعب عند الإمكانية أنه يعرف هذا الولد عمره 15 من 16 من 17 أستاذ أشعة الرنين نعم لو أنا جياك هسه إذا طفل واحد مهاجر خلينا نقول نعم مهاجر سوى جريمة نعم أوراقه الرسمية مفقودة يريدون يعرفون هذا الشخص طفل يعامله كطفل لو بالغ وين يودوه
يحصلون بالرنين. نعم. يحددون عمره، إذا كان فوق كذا يعاملوك بالقانون، بالقانون. نعم. يعاملوك كبير، وإذا كان صغير يعاملوك الحدث. نعم. إحنا أكو ثلاث أطباء من يأخذون اتحاد أنا العام بالنيبال، رحت هناك ويا المنتخب الناشئين قبل كان أستاذ طالب شلو إلى تحياتنا، فرحنا هناك أجوا أخذوا منه 7 لاعبين للرنين، للرنين عشوائيا، عتم قائمه لا على التعيين، مدير الفريق نعم، الطبيب موجود، اريد فلان وفلان وفلان، لا على التعيين. اخذوا منه 7 لاعب، افتهمت بعدين من خلال هذا 3 اطباء، واحد بامريكا، واحد بماليزيا، واحد قالوا باليابان، 3 اطباء. باللحظه ينعرض عليهم السيد ثلاثتهم، ثلاثتهم هم اللي يقررون هذا اللاعب مؤهل او غير مؤهل. نعم. ما معناها انه نتائج الرنين ما تقبل الشيء ابدا نهائيا ابدا. طيب. مستحيل. وانا هسه مستعد الفريق اي واحد يجي فحصه، واحنا راح نفحصه مره ثانيه، وباسيا مستعدين للفحص. الصديق احنا مو بالاردن هسه، واحنا بالاردن حاليا. نعم. مهند دزوا اسم الاتحاد الاسيوي. نعم. احد جهه من الجهات دزت اسم الاتحاد الاسيوي حتى يتاكدون. نعم. جعلهم هذا الاي دي مال مهند. نعم. وهذا مبحوث بعد التالق وتسجيل اهداف للاسف الشديد. للاسف عموما احنا نحترم كل الاراء اخواني واعزائي واحبائي، وصدقوني احنا ما نشكك بوطنيه اي واحد يكتب، لكن اتمنى انه تؤخذ المعايير الحقيقيه يا جماعه. هسه اني بصراحه لما شخصيا اتحدث عن نفسي، من ادعم هذا الفريق ده تجيني بعض الانتقادات على هذا فريق مزور وانت شلون تدعمه. يا جماعه هذا فريق عراقي، هذا حامل رايه الله اكبر، هذا الجاليه العراقيه اللي جتي ومتحمله سوء الاحوال الجويه، لانه درجات الحراره الان في الاردن حاره كلش، جتي وقبل ساعات من بدء المباراه وتآزر، الغرض منها هو دعم العراق، اما هاي الاسطوانه المشروخه التزوير ويتناقض وما اعرف ايش، ارجوكم ارجوكم انه ننطق كلمه حق. وموضوع الفيسبوك والشغلات الاخرى خلوها لبناء العراق لا لتجزئه العراق، كفانا كفانا يوميه، احنا طالعين بموضوع البلد بامور كثيره علينا ان نقف ضدها، الناس اللي يسرقونه، الاجرام، الارهاب، داعش الجبان، الاستهداف لرموز العراق، هاي اللي تحتم علينا انه نتحد، مو احنا والله هذا لاعب والله ما اعرف، هذا اللاعب عراقي، هذا اللاعب عراقي وهذا دا يخدم، والغاية تبرر الوسيلة، وأنا قلتها وما زلت أنا مصر عليها، وكثير من زملائي اللي أوجه لهم التحية، الإعلاميين والصحفيين والجمهور العراقي، أغلب الجمهور واقف ويا هذا الفريق، هذا مصيره للعراق، هاكم أخذوا هذا لاعب جاهز. ليش إحنا معتمدين على يونس محمود؟ الله يطول عمره، يونس إذا اعتزل ما عندنا بديل، فلان إذا اعتزل ما عندنا، من تعتمدوا على هذا دعموا هذا هاي التشكيلة يا كابتن جليل. اللاعب الموهوب مو عامل طين تروح للمصدر تجيبه. نعم. هذا بعد ان صرف عليه الاتحاد العراقي والمدربين. نعم. كذا سنه، ولما نوصلوه صقلوا موهبته بهالصوره هذه. نعم. نجي بهاللحظه نقول له تعال انت اطلع، لانه يعني اشوف فيها تجنه هواي، يعني احنا فئات عمريه، دوري فئات عمريه منتظم ما عندنا. نعم. حتى انا بالطلبه، انا ابن الطلبه، فئات عمريه عندنا مدرب الناشئ عنده كره واحده، يعني ملاعب ما عندنا بنا تحتي، انا بكان ما اركز على وزاره الشباب، على وزارات الدوله، ابنوا له ملاعب بكان، انت قد خلي تسوي ظروف مثل ايش اسمه قطر والامارات، وفر لنا ملاعب، تعال حاسبنا على اي صغيره وكبيره. نعم. احنا كل شيء ما عندنا، وتعال بس الحساب حاسب. طيب الان خلينا نعوف ونرجع لاجواء الفرح مباراه السعوديه. هي. كابتن. نعم. بصراحه راح نشاهد لقطات عفويه، هذه اللقطات مشاهدينا الأحبة حصريا بعدسة الشوط الثالث والشرقية نيوز، واللي كانت مواكبة منذ وصول وفدنا العراقي إلى العاصمة الأردنية عمان. هذه اللقطات راح نشاهدها ونعود لتكملة حديثي مع الكابتن جليل صالح، نشاهد. سواها قحطان شتي، سواها قحطان شتي، سواها قحطان شتي، سواها
طبعا لقطات عفويه واحنا كنا وياهم حتى وصولهم الى غرفهم. اوجه تحيه لكل الوفد الاداري، واوجه تحيه الى الاخ العزيز سعد الزهيري منسق اتحاد كره القدم في الاردن. جهود استثنائيه صعده ونزله ووفر امور كثيره، والى المشجع احمد ابن الحله اللي كان ايضا موجود، وبصراحة جهود استثنائية، كلهم عبروا عن حبهم وعن انتمائهم لهذا البلد، وراية الله أكبر، لأن هذا الفريق هو فريق العراق، ولحظات أتمنى إن شاء الله أن تستمر. ما أدري أستاذ جليل إذا عندك تعليق على هذه اللقطات المؤثرة والمعبرة والعفوية. والله إحنا نتمنى يشوفوها الآخرين اللي هم بالجهة المقابلة. نعم، يعني ما نريد نفرح الناس، ليش ما نفرح الناس؟ حتى لو أهاليتهم فقط فرحانين، حتى لو أصدقائهم ما يكفي. إذا كان هالشعب هذا الموجود هنا أو هناك ببغداد، يعني خلينا إحنا متألمين، خلينا نرسم الفرحة على شباه الناس، مستكثرين حتى الفرحة، مستكثرين حتى الفرحة علينا. مع الأسف، مع الأسف. طيب الآن أستاذ، بعد مباراتين أمام الأردن وأمام السعودية الشقيقة، راح نلعب أمام الفريق الفلسطيني الشقيق يوم الثلاثاء بإذن الله، ثم عندنا مباراة اللي هي مع الإمارات. الإمارات يملك أيضا 6 نقاط من فوز على فلسطين وفوز على الفريق الأردني. طبعا هي الأداء الجيد والنتيجة الجيدة تحملك مسؤولية أكبر. أنت من تقدم هالمستوى هذا، بعد ما حد يتقبل العراق يرجع للخلف، لازم يطالبوه بمستوى أفضل بنتيجة أفضل. طبعا ما كل مباراة مهمة وغير مهمة، كلها ذات كلها نفس الأهمية. خاصة نحن يعني الكادر التدريبي، هذه يعتبرها مباراة تجريبية قوية إلى تصفيات آسيا، فلازم اللاعبين ينطون كل ما عندهم حتى يحقق نفس النتيجة ونفس الأداء. والأهم من النتيجة هو الأداء. نعم، إن شاء الله قادرين ولدنا أن يقدموا مستوى طيب إن شاء الله. نعم، إن شاء الله ما عندنا إصابات، ما عندنا شيء إن شاء الله. الحمد لله ماكو شيء، يعني إصابات خفيفة إن شاء الله. قادرين إن شاء الله. هم الفريق الإماراتي من الفرق القوية، أكيد أكيد، وفريق يحسب إلى ألف حساب، لأنه دائما الإخوة الإماراتيين يعتنون بموضوع الفئات العمرية. أكيد، بس أنا برأيي وجهة نظري الشخصية، يعني السعودية أفضل فريق بعد العراق. أها، يعني يعني شفنا كل الفرق. نعم، السعودية لكن كل مباراة لها ظروف. طبعاً كل مباراة مهمة، يعني كل مباراة لها ظروف، لكن ما قدم السعودية ويعني أفضل من كل الفرق. نعم، إحنا بس حتى نخلي بالصورة، نوجه الشكر إلى الأخ سفيرنا بالأردن اللي استجاب لمطالب الشوط الثالث وتكرم بحضور المباراة. لكن احنا يا اخي العزيز ما نريدك تحضر ضيف، انت تمثل الحكومه العراقيه، والبارحه الفريق فاز، شنو الضرر اذا بعد المباراه نزلت وسلمت على الفريق، هنيت الفريق، كلمه طيبه من عندك، انت تجي فوق تباوع على المباراه، وقبل المباراه بدقيقتين بثلاثه تقولهم في مال لا وتطلع من المقصوره. هو مو هذا الغرض يا اخوي العزيز، افهم افهم، احنا رسالتنا نريدك تكون عون، لان انت تمثل الحكومه العراقيه، وبالتالي حضورك معنوي. ترى كل شيء ما رايدين منك اقسم لك بالله، الناس الحمد لله ما محتاجين ومكتفين بوجود الخيرين، فحضورك هو الغرض من عنده تدعيم. يا اخي انت مو خطار،
انت خطار جاي تشرب عصير وشربت وياخذوا لك صور جماعتك وتقولهم في مال لا، هو مو ذر الرماد في العيون، ترى زيارتك احنا اللي وجهناها عبر منبر الشوط الثالث هي تدعيم الحاله المعنويه، انت تمثل العراق، فهذا اللي اريد اقوله. ايضا اوجه الشكر الى راعي الدوري العراقي الاخ قيس الراوي اللي كان حضوره ايضا ايجابي، وكل العراقيين المفروض يكونون خلف هذا الفريق. بدقيقه واحده شو تحب تقول للجمهور لمنتخب الناشئين عبر الشوط الثالث؟ طبعا اول شيء اشكركم لكم القناه الشرقيه وخاصه لشخصك الكريم لانه الله يحفظك مواكب كل شيء، ونتمنى انه جمهورنا يشجع هذا الفريق وبنفس الوقت يوقف خلف الفريق لانه المشككين كثر، ونتمنى انه المباراه يقدم فريق افضل من المستوى السابق بنتيجه واداء ان شاء الله باذن الله، ويعني البطوله تقريبا مقرره ان شاء الله في قاب قوسين ادنى الفريق يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نتمنى الموفقيه ونجاح استاذ جليل، وهذا حضورك ان شاء الله معنا يكون مستمر دائما لان انا مشتاق لك صار لي سنين ما شايفك، يعني اتمنى لك الصحه والسلامه والتالق ايضا في عالم التدريس، حضرتك انسان تربوي ومدير لاعداديه، اتمنى لك الموفقيه والنجاح استاذ. الله يحفظك حبيبي. شكرا استاذ جليل. شكرا حبيبي. اذا مشاهدينا الاحبه وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي امل ان نالت رضاكم. الف مليون تريليون مبروك لولدنا ليوث الرافدين، وانتصاراتكم إن شاء الله مستمرة لأن أنتوا عماد الكرة العراقية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لكن قضايانا لم تصل للنهاية لأن احنا مستمرين معاكم عبر منبر الشوط الثالث والشرقية. نوزع أحلى تحية من كل زملاء العاملين في القسم الرياضي في استوديو البث في الكنترول، ومني أنا محدثكم محمد الناصر، إلى يوم غد أقول لكم في مالك.